بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. بعد المعاينة والنظر في مروحية أطاك الهجومية التركية التي لم ترضي توقعات سلاح الجو المغربي لأسباب فنية اكتشفت خلال اختبارات القبول التي أجرتها قيادة القوات البرية التركية، ووفق لعدة تقارير إعلامية مغربية وعالمية أن المملكة المغربية ستستقبل أكثر طائرات الهليكوبتر المقاتلة تطورا في العالم من طراز أباتشي مع الأسلحة والدخائر الخاصة بها خلال العامين المقبلين، لكن المصادر لم تكشف عدد المروحيات التي سيحصل عليها المغرب. وبهذا الخصوص قال مسؤول في الحكومة الأمريكية إن وزارة الخارجية ترفض التعليق على المبيعات العسكرية الأجنبية المحتملة قبل إبلاغها إلى الكونغرس الأمريكي للموافقة عليها. وعلى الرغم من تكتم الجانبين المغربي والأمريكي، قال خبراء مطلعون على المحادثات إن زيارة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق للولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة انعقاد اللجنة الاستشارية العاشرة للدفاع المشترك المغربي الأمريكي التي عقدت في مقر البنتاغون ضواحي العاصمة واشنطن، يعتقد أنه تم إطلاعه على مروحية أباتشي بالمقر العام لشركة بوينغ للأنظمة الدفاعية بولاية أريزونا الأمريكية، حيث تم خلال هذه الزيارة إطلاق سلسلة من المفاوضات واللقاءات بين الجانبين استمرت منذ أبريل من العام الماضي 2018 لشراء طائرة هجومية من هذا الطراز بخصائص قتالية ومواصفات تكنولوجية عالية الدقة. الأباتشي مروحية هجوم أمريكية من إنتاج شركة بوينغ، تتميز بأنها مروحية هجومية خطيرة جدا في المعارك بكل معنى الكلمة، فهي طائرة تجمع القوة والشدة وسرعة الحركة تمكنها من الهجوم من مسافات قريبة أو بعيدة بحيث تكون قادرة على التدمير وضعضعة قوات العدو قبل أن تنسحب، وتصل سرعتها القصوى إلى 362 كيلومترا في الساعة، وهي مزودة بدروع قوية مضادة للرصاص بما يجعلها قادرة على تحمل النيران القريبة، ويمكنها القتال ليلا ونهارا باستخدام إلكترونيات الملاحة مثل نظام تعيين الهدف والإغلاق عليه أوتوماتيكيا ونظام الرؤية الليلية لدى الطيار والأنظمة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء الإيجابية ونظام الجي بي إس. ويستعين طيارا المروحية بصور مرئية متقدمة فضلا عن التصوير الحراري للتعرف على الأهداف وتعقبها دون أن يتم اكتشافها. وعلى متن الأباتشي أجهزة كمبيوتر تشترك في نقل والاستفادة من المعلومات القتالية مع وحدات أخرى مثل الطائرات الهجومية والقواعد الأرضية، وتحمل الأباتشي مجموعة من العتاد لضرب أهداف مختلفة، إذ يمكنها أن تحمل ما يصل إلى 16 صاروخا جو أرض من نوع هيلفاير والذي يمكنه صياد أهداف مثل الدبابات والمدرعات من على بعد 10 كيلومترات. وفي مراحل الاشتباك المباشر يستخدم طيارا الأباتشي أنواعا أخرى كصواريخ هيدرا الغير موجهة فضلا عن 1200 طلقة ذخيرة من رشاش آلي عيار 30 مليمتر. هنيئا لقواتنا المسلحة الملكية المغربية، ومزيدا من التطور والتقدم والانتصار على الأعداء، ونتمنى من الله عز وجل أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان كافة القوات العسكرية، وأن ينعم وطننا بأمن وأمان. دمتم سالمين وإلى اللقاء.